أنا أقدر. كتاب هو جمع نفسه بنفسه، كتاب هو خلق نفسه بنفسه. لم أكن أطمح أن أكون كاتبة للأمانة، ولكن أنا كنت أكتب يوميات وأكتب مقالات بحيث أنها تحفز الأشخاص اللي عندهم مشاكل وأمراض اجتماعية قد تفوق أمراض السرطان والقلب بدبلات. المتابعين ما كانوا يبون هذا التوثيق أنه يختفي، فحبوا توثيق حبر ورق أنه يكون حقيقي وموجود على مر الأزمان. وبالفعل جمعت الموجود بمساعدة دار البلاتينيوم. كان المحتوى حقيقي اجتماعي إيجابي بحت، فهي مقالات حقيقية، تجارب حقيقية، ما هي رواية، شيء ما شنو سوت، وين راحت، شنو كلت، شنو شربت، شلون طاح شعرها، لا لا أبداً. شلون أنا أقدر أبحر في داخلي وأطلع من نفسي شخصية حقيقية أنا ما كنت أعرفها من قبل. كنت أقدر أقول شيء ما أقدرت أو شيء ما تقدر، ولكن أنا خليته أنا أقدر بحرف الألف الممدودة، بحيث كل واحد يقرأ يقول أنا أقدر، عنه هو مو أنا. وأنا أتحدى أي شخص يقرأ يشوف أنه ما يخاطبه، يخاطب أي إنسان من عمر 8 سنوات يقدر يقرأ لعمر 80 سنة.